لذلك أعلنت مديرية الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتخريب مجمع الشفاء الطبي وتدمير أجهزة لا تتوفر إلا فيه. وأضافت مديرية الصحة في غزة أن دبابات الاحتلال تحاصر بأعداد كبيرة مقر المستشفى مؤكدة عدم وجود أي عتاد أو سلاح في المستشفى كما يزعم الاحتلال. مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه تتواصل معاناه المدنيين الفلسطينيين حتى فيما يتعلق بتلقي العلاج والرعايه الطبيه الضروريه وتقع المراكز الطبيه في قطاع غزه منذ ايام عده في قلب القتال الدائر بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينيه ومن بين اهم هذه المراكز الطبيه مستشفى الشفاء الذي يزعم الاحتلال الاسرائيلي ان الفصائل الفلسطينيه تستخدمه لقياده عملياتها العسكريه وهو ما تنفيه الفصائل ويضم مبنى مستشفى الشفاء الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1946 أيام الانتداب البريطاني يضم ثلاثة ألاف مدني لجأوا للاحتماء فيه وأربعمائة من مقدمي الرعاية الطبية وجميعهم يعانون من أوضاع مأساوية زاد من صعوبتها شن جيش الاحتلال عملية دقيقة داخل المستشفى الذي شهد تدميرا شبه كامل في بنيته التحتية الرئيسية بما فيها قسم أمراض القلب وخزانات المياه ومعدات قسم الولادة ومستودع تخزين الأكسجين الطبي. الأوضاع في مستشفى القدس لا تختلف كثيرا إذ توقف العمل بالمستشفى بعد نفاد احتياطي الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية قبل إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء الأطباء والمرضى من المستشفى المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدوره شهد المستشفى الإندونيسي الواقع في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة شهد استشهاد ثلاثين شخصا في المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أيضا استخدام المستشفى من قبل الفصائل الفلسطينية كمركز للقيادة وإطلاق الصواريخ وفي مستشفيي الرنتي والنصر المتخصصين في تقديم الرعايه الطبيه للاطفال اعلن جيش الاحتلال تنفيذ عمليات لاستهداف قاده الفصائل، وادعى جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدام اقبيه المستشفيات لاخفاء الاسلحه والمحتجزين. وفي ظل هذه الاوضاع الصعبه اصبح مرضى مستشفيي الرنتيسي والنصر في الشوارع بلا رعايه بعد الاخلاء القسري لهم. ليصبح مصيرهم مجهولا كحال اكثر من مليوني مواطن يسعى الاحتلال الاسرائيلي الى تهجيرهم لتصفيه القضيه الفلسطينيه